يا مرحبا ترحيب تنحسب السلوم على ولا ترحيب تسمع الجميع اللي مشرفنا وحضر يا مرحبا بالعود الأزرق ضيفنا نستقبله اي والله ان حضوركم شرف ونور فالقصر يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ترحيبه حسب السلم الاول ترحيبه تسمى الجميع اللي مشرفنا وحضر يا مرحبا بالعود الازرق ضيفنا نستقبله اي والله ان حضوركم شرف ونور فالقصر في حفلة محمد عسى الله يوفق استقبله لمحمد اللي نفتخر به كلنا واكبر فخر كل الحضور اللي حضروا من شانه وفي محفله والكل منهم ينتظر حفلة محمد من شهر وام محمد تقود الحفلة اللي كل ابوها مكمله يا مرحبا باللي حضر واهلنا هلا في من حضر يا مرحبا في منزل اللي هو رفيع المنزله ونقولها ونكرر الترحيب من قبل العصر واللي تجمل كل ابونا نقول يلا جمله ونقالها الله نردها طال الزمن ولا قصر نكمل الواجب ونحضر مثل ما هو كمله واجب وحق نقولها ما قلتها وجهة نظر على ولا حنا لها ويعيش راع على ولا واختامها كفو كفو وتعيش يا محمد ذخر يا مرحبا ترحيب حسب السلم الأولى ترحيب تشمل جميع اللي مشرفنا وحضر يا مرحبا بالعود الأزرق ضيفنا نستقبله اي والله ان حضوركم شرف ونور في القصر في حفلة محمد عسى الله يوفق استقبله لمحمد اللي نفتخر به كلنا واكبر فخر كل الحضور اللي حضروا من شانه وفي محفله والكل منهم ينتظر حفلة محمد من شهر وام محمد تقود الحفلة اللي كل ابوها مكمله يا مرحبا باللي حضر واهلنا هلا في من حضر يا مرحبا في منزله اللي هو رفيع المنزله ونقولها ونكرر الترحيب من قبل العصر واللي تجمل كل ابونا نقول يلا جمله ونقالها الله نردها طال الزمن ولا قصر نكمل الواجب ونحضر مثل ما هو كمله واجب وحق نقولها ما قلتها وجهة نظر على ولا حنا لها ويعيش راع على ولا واختامها كفو كفو وتعيش يا محمد ذخر وتعيش يا محمد ذخر